وأن يجمع بينهما في خير. أمين أمين أمين. وإن المسلم كل عمل يقوم به إلا ويقصد به وجه الله عز وجل. المسلمون لا يفرقون بين ما هو ديني ودنيوي. تعمل للدنيا فهو عبادة إن كانت النية صادقة، تتزوج عبادة، فتعمل في أمور الدنيا التجارة عبادة، صناعة عبادة، كل عمل إذا قصد به وجه الله عز وجل فهو عبادة. الأخلاق التي يستهين بها المرء فهي عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قلناش أن أقربكم مني مجلس يوم القيامة اللي أكثر من الصلاة أكثر من الصيام أكثر من الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، تكون فيك أخلاق الإسلام. نحن بحاجة إلى هذه الأخلاق، يعني مجموعة من الصفات الحميدة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، شوفوا الأخلاق والإحسان، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن امرأتين كانت تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في النار، مع أنها كانت تقوم الليل وتصوم النهار فهي في النار. وسئل عن امرأة صيامها قليل وقيامها قليل ولكنها تحسن إلى جيرانها، قال فهي في الجنة، فهي في الجنة. كلمة تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يستهين بها الناس وأنها قد تدخلك الجنة. تمر على الإنسان وتقول له صباح الخير مساء الخير، فلا أجر لك ولا ثواب لك. ولكن لما تقول السلام عليكم ورحمة الله، تعرف مشحال عندك؟ إلا قلت السلام عليكم عندك 10 حسنات، وإلا قلت السلام عليكم ورحمة الله عندك 20 حسنة، وإلا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندك 30 حسنة، 30 حسنة. صدقة. كم واحد كيدعي الله عز وجل يا ربي تيسر لي الأمر، يا ربي تسعدني، يا ربي ترحمني، ولكن الدعاء لا يقبل. إذا كنت تستطيع أن تحسن إلى الناس، أن تيسر على الناس، أن تدخل السرور على الناس، مثلا عندك واحد في القرية في الدوار كتعرفه مسكين ضعيف فقير الحال محتاج إلى الدواء محتاج إلى الإعانة، وأنت تستطيع وكتقول يا ربي تيسر لي الأمر، يا ربي تشافيني، ربي ما يشافيك حتى تداوي ذلك الشخص، حتى تدخل السرور على ذلك الشخص. عندك شي ملفات كتقول يا ربي تعاوني باش نقضيها، عاون الناس إذا كنت تستطيع أن تعين الناس. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في عون أخيه المسلم. إذا أردت أن يحسن الناس إليك فأحسن إلى الناس، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قد تدخل الجنة بكلمة واحدة وقد تدخل النار بكلمة. أمشحال واحد كيصوم ويزكي ويحج وربما كل سنة كيدير العمرة ولكن كله غير مقبول، مردود عليه. علاش؟ عنده لسان قبيح، يتكلم في الناس، يغتب في الناس، يشتم الناس، فلان دار، فلان بنى، فلان هدم، فلان صرف، فلان كذب، فلان ظلم، فلان كذا. فهذه كله قد تدخلك النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سول الصحابة قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم واش كتعرفوا شكون هو المفلس المفلس من أمتي؟ قالوا يا رسول الله المفلس اللي ما عنده درهم ما عنده متاع،
ما عنده دار، ما عنده دوار، ما عنده درهم، ما عنده فلوس، مفلس واحد المدة غايب، ولما جا يروح في أوروبا مثلا خدام، ولكن لما جا دالانتريت ما لقى دوار، ما لقى بلان، ما لقى فلوس في البنك، فجاء كيطلب. اش كنقولوا عليه؟ نقولوا كان مفلس، كان مفلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماشي هذا هو المفلس، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، يوم القيامة الملفات ديالو فيها الكتب ديالو لما يشوفوا فيها الملائكة يصلي مزيان ويصوم مزيان.